هذا الطريق اللي يؤدي الى جيرمو. احنا على مسافة 85 كيلومتر من يرمان. على ربكم شوفوا هذه الجبال اللي متغطية بالثلوج، راح نصعدها شوية شوية الى ان نوصل شلالات جيرمو، وان شاء الله نصور لكم هناك قدر المستطاع. وصلنا الى شلالات جيرمو. اصدقائنا اللي زاروا ارمينيا واصطحبناهم الى جيرمو، هذا المشهد مشاهد، هذا المشهد الشتائي، المشهد الصيفي غير شيء. هذا الشلال، نشوف الجزء اليسار، باليسار متجمد، شوفوا جمعه هذا جامد راح.